موضوع كثير مهم نحكي فيه عن صحة وسلامة العين وآخر تقنيات تصحيح البصر مع الدكتور مجد عوض، اختصاصي أمراض عينية وجراحة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك دكتور. يعني بالبداية خلينا نعطي ملاحظة صغيرة، إنه نحن يعني منضل منقاوم لآخر شيء، يعني نوصل لوجع راس رهيب أو لعدم رؤية رهيبة لحتى نحن نروح عند دكتور العيون. اليوم يعني العمر المدار قديش لازم نحن نكون واعيين أكثر لحتى يكون عندنا ثقافة شوي هيك نروح عند الدكتور، نتابع أطفالنا حتى مع بداية أي عام دراسي بأنه نحن نشيك، وأيمت لازم نشيك على عيوننا، وشو هي المراحل أو شو هي التحذيرات يلي نحن لازم نحس فيها لحتى نروح عند الدكتور؟ هلا بشكل عام الشخص اللي عنده أي مشكلة عينية لازم بشكل دوري يفحص عن طبيب عيني، يعني كل سنة. الأولاد لازم من أول عمر 4 سنين يكون أول فحص عيني، بعدين فحص دوري على 6 سنين للعشر سنين. أي مشكلة عينية بتصاحب الشخص، حكة، حرقة، ضعف نظر، بيشوف شرار ضوء، يعني ما فينا مثلا يسأل جاره أو لحاله هو يفتح الانترنت ويعرف شو، لازم يروح عن طبيب أخصائي عينية. صحيح. لأنه كل مشكلة لها علاج، وكل ما كان العلاج أسرع كل ما كان أفضل. طيب دكتور، خلينا نحكي عن التقنيات الحديثة لتصحيح البصر، خلينا نعرف للناس شو هو الليزك، يعني إذا بدنا نعرفه بشكل مبسط لكل المتابعين. هلا الليزك هو أحد الجراحات الانكسارية، هي جراحة انكسارية مجهرية دقيقة، نستعمل أشعة ليزر، إكزايمر ليزر. هالإكزايمر ليزر بيساوي استئصالات موضعة بنسيج القرنية، بيعدل سطح القرنية. يعني إذا كانت القرنية محدبة مثل عندهم ضعف بصر بيسطحها، إذا كانت مسطحة بيحدبها. الهدف من تعديل انحناء القرنية للضوء يفوت بشكل منتظم ويتوضع على الشبكية ونشوف رؤية جيدة 100% بدون نظارة أو عدسة لاصقة. دكتور، يعني دائما نحن بنطرح موضوع الفرق بين الليزر والليزك، هو حرف ولكن بعلم العيون شو الفرق؟ يعني كيف فينا هيك نوضح لكل حدا عم يتابعنا انه في فرق كثير كبير وهي شيء وهي شيء؟ تمام. هلا الليزر والليزر الاثنين بيعتمدوا على تقنية الإكزايمر ليزر، يعني نحن نفس الليزر اللي نستعمله لتصحيح النظر بالعمليتين. بس بالليزر نحن بنطبق الإكزايمر ليزر على الطبقة السطحية من القرنية، بالليزك بنطبقها ضمن سماكة القرنية. بالليزر نحن بنقشط الطبقة السطحية اللي اسمها الإبيتاليوم، بنطبق الليزر. بالليزك نحن بنقص القرنية، نساوي فلاب شريحة بالقرنية، بنرفعها وبنطبق الليزر ضمن سماكة القرنية. الهدف ليش نحن بنطبق سطحي وليش بنطبق عميق حسب درجات المريض. يعني الدرجات الخفيفة وتكون صورة القرنية سماكتها ضمن الحدود الطبيعية بس على الحد الأدنى، نحن بنطبق الليزر على سطح القرنية. الدرجات العالية مثلا ميوبي، ضعف بصر أكثر من 4 درجات، مد البصر حصرا، الاستجماتيزم، الدرجات العالية، نحن على الطبق، على إذا طبقنا الليزر على الطبقة السطحية ما بيروح الدرجات كلها، فبنضطر نساوي فلاب شريحة، بنرفع القرنية ونطبق الليزر ضمن سماكة القرنية. هلا الفرق بيناتهم، الليزر في ألم بيستمر من يوم ليومين، محمول يعني ألم محمول، مع المسكنات بيمشي الحال. وليرجع يشوف المريض رؤية جيدة 100% بده من 5 أيام للأسبوع. الليزك ما في ألم، بس إحساس بحرقة أو إحمرار أو انزعاج لمدة 6 ساعات، والرؤية بترجع خلال 12 ساعة طبيعية 100%. طيب دكتور، خلينا نحكي، يعني ذكرت إمتى ممكن الواحد يلجأ لتقنيات تصحيح البصر، خلينا نقول إمتى يلجأ؟ يعني في كثير ناس بتحط نظارات وبتقول لك أنا بتمنى فعلا أتخلص من النظارات وفعلا شوف، إمتى فيني أنا ألجأ لهي التقنيات ولا تصحيح البصر وفيني أتخلص 100%؟ يعني إحنا بنعرف مثلا المد والضعف في درجات معينة بتوقف عندها، ممكن أنا أقدر صحح النظر وهون عند درجة معينة لا أنا ما فيني أقوم بهي العملية. هلا هي الليزك عملية تجميلية، يعني اللي بيلبس نظارة ومرتاح عليها فينا ما يساوي العملية. صحيح. اللي بيلبس لانسز عدسة لاصقة ومو متضايق فينا يساوي. الهدف هو ان نحن نقيم اللانسي العدسة اللاصقة او نقيم النظارة عن طريق عملية الليزك او الليزر. اللي عنده ضعف بصر، مد بصر، استجماتيزم كله بيروح من نص درجة للعشر درجات.
خلال 10 دقائق بكون ثاني نهار مستغني عن النظاره، عم شوف رؤيه 100% بدون نظاره طبيه. نعم. دكتور، ولكن هي التقنيات والتحديثات هي اللي عم نشوفها بعالم طب العيون هي ما عم تواكب كبار السن، يعني دائما عم نشوف عند كبار السن بيلبسوا نظارات هي 1.5 2.5، هدول النظارات اللي خلص صاروا عيارات معروفه عند كبار السن. معقولة ما في حلول لا ليزك لا ليزر ولا أي تقنية؟ لا، في حلول تانية. تمام. هو عمر الليزك هو من 18 سنة لل 45-50، لأنه بعد ال 45 بصير شيء اسمه مد بصر شيخي. مد بصر شيخي ما له علاقة بالقرنية. هو نتيجة عدم مطاوعة أو عمل ضعف بعمل العضلات اللي بتحرك الجسم البلوري العدسي، بصير ما عاد فينه يطابق ليشوف للقريب. بالليزك ما بتصير لأن احنا بنصلح سطح القرنية. الحل الثاني هو زرع عدسات، هلا حديثا عم نزرع عدسات داخل العين مالتي فوكل للبعيد والقريب. بتصير المريض بيزرع عدسة جوات العين بتواكب اذا كان عنده بداية مي، اذا كان عنده بداية مي بيضاء نحن بنسحب المي البيضاء الساد يعني وبنزرع عدسة مالتي فوكل، بصير بشوف للبعيد والقريب متعددة المحارق. او اذا كان صغير وما بتسوى له ليزك، قرنيته رقيقه درجاته عاليه كثير، في عدسه اسمها اي سي ال بنزرعها فوق الجسم البلوري العدسه الاساسيه بالعين، بصير بشوف البعيد والقريب كمان 10 يعني. عم نشوف هلا كثير يمكن شيخوخه العين عم تصير بعمر صغير نتيجه القعده الطويله على الموبايلات كمان، قطعت الكهرباء على الموبايلات الامراض الستريس التعب النفسي كله بيأثر على العضلات. هي شيخوخة العين يعني عن جد عم نشوفها منتشرة يعني على الأربعين. تلاقيها بالمدن مثلا، بيجيني مريض مثلا ساكن بالمدينة بيشتغل في جهد في توتر نفسي في أمراض سكر ضغط، تلاقي على عمر يعني 40-45 بصير بحط نظارة قريبة. بيجيني مثلا ختيار ساكن بضيعة، هوا نظيف أكل نظيف، عمره 60 سنة تلاقيه عم شوف للقريب أحسن نت ضعيف بدون نظارة لأنه ما عنده نت. صحيح. طيب دكتور، خلينا نحكي عن العدسات، زراعة العدسات بالعين، يعني هي العملية قديش نسبة نجاحها والعدسات بتكون دائمة إلى آثار سلبية أو إيجابية أو عدم الالتزام يمكن بما يقول الطبيب ممكن يأثر عكسا عليها؟ لا، زراعة العدسات بالعين يعني عن طريق الجهاز الفيكو أو زرع العدسات الاي سي ال يعني تعتبر هي من اكثر العمليات امانا بالعمليات الجراحيه بالجسم كله. تمام. لانه اجهزه كلها مجهريه على المجهر، اجهزه ليزريه، التعقيم 100% يعني نسبه النجاح بتفوق 99%. تمام. طيب دكتور، نحن يمكن من يعني بنحب انه نحن نحسن نظرنا، نهتم بنظرنا سليم ومعافى، ولكن اي عمليه إن كانت او اي اهتمام كان او اي معالجه إن كانت اكيد من بعدها في لازم اهتمام، واكيد حياتنا بتختلف بكل شيء. اليوم كيف نحن بنعطي هي التعليمات لمريضنا؟ هل ممكن نرجع نعمل عملية ليزك أو ليزر أو ما بدنا نسميها عملية، هي صارت كتير شيء سهلة تقنية، في يعني ممكن ترجع تنتكس العين مرة تانية خلال مثلا أشهر ولا لا؟ وكيف لازم نحن نهتم من بعد الليزر أو الليزك؟ تمام. بالنسبة لعملية الليزك هي ما العملية سهلة، يعني هي من أدق العمليات اللي بتصير بالجسم، لأنه بده يكون الجراح متمكن وبده يكون الجهاز جديد وبده يكون دراسة قبل العملية هي أهم، أخذ درجات منيح، فاحص شبكية، فاحص العين بشكل كامل، يكون المريض ما عنده أمراض تانية، أمراض مناعية، أمراض سكري، وتكون المريض محضر منيح، وساوينا صورة القرنية، القرنية سماكتها منيحة ومعاييرها منيحة، وساوينا العملية وكانت العملية ناجحة، تستمر العمر كله ما بتنقص. اما اذا كان مثلا عمر صغير ساوينا المريض دراسه الدرجات ما كانت منيحه ممكن ترجع تنقص. اذا المريض اهمل بعد العمليه لازم 5 أيام ما يفوت مي جوات عينه، ما يتعرض لدخان، لغبره، ما يحك عينه، بتكون نتيجه. اما اذا المريض بده طب اذا التزم بكل هاي الاجراءات وعمل ليزك وكان في عنده مشكله، يعني حس انه ما عاد البصر 100%، بتكون في خلل بالعمليه ولا شو المشكله بتكون؟ هلا هي غالبا بتكون جفاف العين بعد عمليات الليزر او الليزك، بصير في جفاف. هلا الجفاف هذا بيروح وبيجي حسب العادات، اذا في عاده طويله على الكمبيوتر على الموبايل، نوم قليل، تغذيه غير صحيه، اللي ساكن منطقة جافة يعني بالداخل الشام غير اللي ساكن على البحر،
اللي بيتعرض كثير لابخره. يعني بكون هون انتكاس؟ هون لا، هون بصير جفاف على الاطراف بيمشي الحال. يعني انا بعرف حالي مثلا وعملت ليزر كل شيء والتزمت، بعد ما عم تشوف رجعت يعني بعد في عين 100%، عين الثانيه لا، شو اللي بيكون؟ هي بيكون يا هي صغيره ساوتها ما كانت لسه ثابته الدرجات، يا من اول ما ساوتها في مشكله، بس واحد بيكون مثلا عنده ناقص 4 درجات، ساويت له العين اليمين 100%، اليسار ضل فيها درجه او درجتين. اول فتره ما بحس، يعني بيكون واحد ما عم بشوف بصير بشوف بفكر انه ممتازه، بعد فتره وعلى الجهد وعلى التعب بحس انه هاي العين مو ظابطه، هي بتكون من اساس العمليه مو ظابطه. تمام. دكتور مجد شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى السلامه للكل، وبنتمنى يكونوا استفادوا المشاهدين. شكرا. شكرا.